بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه هي الجزرة تاع عيد الأضحى المبارك تاعو، راهي نشفت من الدم. هذه الشحمة تاع كبش العيد تاع نهار اليوم، حطيتها تنشف، نشرتها في الحبل تاع اللي نجرو عليه الطش، تقريبا راهي نشفت. دوك نهز خبيها نحطها في الثلاجة. هذه الهيدورة تاع العيد، تاع كبش العيد، الجلد تاعو ما حبيتش نرميها. دوك راني حاطتها لهنا في هذه البسينه تاع بلاستيك. دوك نقعد نشمخها في الماء ونعفسها برجليا، بعد نولي نسيح الماء ونعاود لها ماء جديد، ونعاود نعفسها برجليا ونعاود نسيح الماء ونعاود ندير لها ماء جديد. اليوم نبات معاها نهار كامل، ليله كامله، حتى نعود كما نقولوا حنا الهيدوره هذه تعود نظيفه. نحطها في البالكو، نفرشها في الارض على جهة الصوف، وندير لها الملح على الجهة الأخرى تاع الجلد، وبربي إن شاء الله تخرج كيما نحوس عليها. أنا ما حبيتش نطيشها، بربي إن شاء الله ننظفها ونستعملها في الدار تاعي. هذه هو الأحشاء تاع الكبش المصارل، مرميتهمش، غسلتهم، نظفتهم، غدوة بربي إن شاء الله دوك نخبيهم، ومن بعد غدوة بربي إن شاء الله نزيد نعاود ننظفهم. وقلت ممكن نقول للجزار يدير لي لحم مرحي ونخدم بهم مركز في الدار. لا سمحت لي، سما أنا المصارى مورفة نقليهم برك، وما ياكلهمش الأولاد، وحتى أنا يعني نعافهم. الخطرة هذه قلت بربي إن شاء الله ننظفهم مليح ونرحي اللحم عند الجزار نداويه ونخدم مركز في الدار. الكرشة تاع الخروف، الكرشة تاع الكبش غسلتها نظفتها مليح، ودوك نعاود نقطعها وكونجيليها، ما ناكلوهاش دوكا، ان شاء الله نكمل ايامات العيد ونديروا بها الدوارة. حتى هذه تاع هذه كلها طلقت بانسى. غسلتها ونتفكر فيك يقولوا هذه طلق سبع نساء اللي ما تغسليهاش مليح وتخلي ما بين طبقات هذاك الوسخ يطلقوها. قلت انا غسلتها مليح واني مطلقه، يعني هما عطاوها اسم برك ما عنده حتى معنى. تهنيت اني غسلت كرشه وغسلت المصارن وشوت الراس تاع الخروف والجلد ثاني نغسل فيه. السما اليوم عقبت نهار شويه فيه تعب بزاف، تعبت برا كيما رحت للمذبح البلدي، عييت من الوقيف والشمس، عييت بزاف. وزدت جيت روحت للدار خدمت، هذو الحوايج كل فيهم التعب. ربي قدرني وربي يعطيني صحتي ان شاء الله. ونوجه تحيه لكل امراه راهي تحارب في الدنيا هذه باش تعيش حياه كريمه، ربي يعطيها صحتها ان شاء الله. ولازم الانسان هذا يكون عنده الصبر وتكون عنده اراده، لازم كما نقولوا احنا ما يفشلش، ما يفشلش الانسان. ونقول عيدكم مبارك والحمد لله رب العالمين.